مشاهدينا الكرام مساء الخير، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هنا مسبيرو. نبداها معكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار. اول خبر معنا حول يعني اعلان صندوق تحيا مصر صباح اليوم عن وصول قافله اغاثه عاجله لمحافظه اسوان للمشاركه في جهود الرعايه لمتضرري موجه الطقس السيء اللي تعرضت لها محافظه اسوان في الايام الماضيه. عن هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني بالاستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. استاذ محمد اهلا بك معنا. مساء الخير يا فندم. استاذ محمد بدايه اتكلمنا عن تفاصيل يعني جهود الاغاثه اللي بتقدمها القافله اللي النهارده توجهت الى اسوان يعني لمساعده متضرري السيول والطقس السيء اللي شهدته محافظه اسوان في الايام اللي فاتت. الحقيقه احنا خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا كنا بنحضر لقافله ضخمه لتوفير جهود اغاثه المواطنين المتضررين من موجة الطقس السيء في محافظة أسوان، وتم التواصل مع السيد المحافظ لبدء التنسيق لعملية التوزيع، بالإضافة طبعا لعدد من منظمات المجتمع المدني بتتضمن 24 طن من المواد الغذائية الجافة، بالإضافة ل 10 طن من التوابل واللحوم و 10 طن من الألبان والمعلبات. كمان بجانب مواد الإعاشة تم توفير الأمتعة والأغطية سواء المراتب، بنتكلم على 2000 مرتبة و2000 بطانية و2000 لحاف، بالإضافة ل 2000 سجادة. كمان عدد من منظمات المجتمع المدني وفرت الأسرة اللي تم توفيرها لعدد من الأسر اللي يعني يمكن كل الأمتعة الخاصة بيهم فقدتها في السيول. كمان السيد المحافظ النهارده قام بتسليم عدد من متضررين من هذه السيول وحدات سكنية بديلة مؤقتة لحين الانتهاء من عملية إعادة إعمار منازلهم. الحمد لله كمان شاركنا في فرش البيوت دي بحيث ان هم يبدأوا من النهاردة يعيشوا في الوحدات السكنية الجديدة، يتعايشوا بشكل طبيعي الى ان يتم ترميم منازلهم. ده طبيعي يعني هي المحافظة الحقيقة بتشتغل على خطة عاجلة ل يعني استيعاب تداعيات السيول الأخيرة. مفيش شك ان طبعا المجتمع المدني لازم يكون مشارك بقوه بحيث ان احنا ازاي شايف اهميه ده يا استاذ محمد؟ يعني عايزين نتكلم برضو عن النقطه دي بالتفصيل، ان اهميه انه يكون في تنسيق ما بين صندوق تحيا مصر ما بين الجهات المعنيه التنفيذيه وكمان منظمات المجتمع المدني انها يكون ليها دور في مثل هذه الامور. ده سر ان حضرتك تقدري تدبري قافله بالحجم ده خلال 48 ساعه بس. صندوق هو وسيط بين عدد كبير جدا من شركات القطاع الخاص الملتزمه بمسؤوليتها المجتمعيه وعندها من الميزانيات اللي تقدر ان هي توفر الدعم المالي للمشاركه في مختلف انشطه الصندوق. كمان منظمات المجتمع المدني الشراكه مع صندوق تحيا مصر مهمه جدا، دي الحقيقه بتوفر عدد من الامتيازات، اهمها ان احنا نقدر نتشارك في تنظيم قافله بالحجم ده في 48 ساعه. ايضا عمليه التوزيع لازم تكون سريعه جدا، فاحنا بيشارك معانا مش اقل من 250 متطوع علشان نوصل ل 14 منطقه في نفس الوقت. كمان حضرتك تقدري ان احنا نبتدي نكثف من جهودنا في الاوقات العاديه مش في وقت الكوارث والازمات بس، بحيث ان احنا نتقاسم الادوار ونوصل لعدد اكبر من المستفيدين بخطط يمكن بنتبادل المعلومات فيها، وصولا ان احنا نرشد من الموارد الموجوده سواء في المنظمات دي او في صندوق تحيا مصر. استاذ محمد، يعني القافله موجهه لرعايه كم اسره وكم منطقه بالتحديد؟ احنا حصرنا 2000 اسره سواء من خلال المحافظه او من خلال الجمعيات القاعديه الصغيره اللي موجوده في 14 قريه داخل اسوان. ال 2000 اسره يعني لحد دلوقتي عمليه التوزيع شغاله وكمان مستمره لحد بكره، بحيث ان احنا هنوزع كل المواد الاعاشه والامتعه والاغطيه اللي انا سبق وذكرتها لحضرتك. استاذ محمد، يعني زي ما يعني حضرتك قلت انه يعني هذه القافله او جهود صندوق تحيا مصر تاتي في اطار جهود اللي بيقوم بها الصندوق لمعاونه اجهزه الدوله في يعني اوقات الكوارث والازمات، هل عندكم متطوعين بالشكل الكافي؟ لانه يعني القافله موجوده لكن لازم يكون في متطوعين يقدروا ان هم يقدموا بقى خدمات القافله بشكل جيد. انا لحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها ما زال المتطوعين شغالين معانا بنفرغ محتويات القافله، لان احنا طبعا كان صعب جدا ان احنا نتحرك بحاويات ضخمه في كرة ونجوع، عشان كده احنا في مرحلتين لعمليه التفريغ سواء من
الحاويات الى شاحنات صغيره، وبعد كده كمان بتوصل لمرحله التريسيكل او العربيات الصغيره الربع نقل، عشان نقدر ان احنا نوصل لابعد نقطه محتاجه ان احنا نوصل لها بمحتويات القافله. استاذ محمد مختار متحدث باسم صندوق تحيا مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع مره ثانيه. صرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري ان الوزاره تواصل التصدي بكل حسم لكافه اشكال التعديات بمختلف المحافظات وازالتها بشكل فوري بالتنسيق مع اجهزه الدوله المختلفه واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه في هذا الشان لضمان توفير الاحتياجات المائيه اللازمه لكافه الاستخدامات، مؤكدا انه اجهزه الوزاره عازمه على ازاله كافه المخلفات ايا كان حجمها. حول هذا الموضوع معانا اتصال تليفوني مع المهندس محمد احمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. باشمهندس اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. بدايه عايزين يعني نتكلم عن الموقف الخاص بازاله التعديات على جميع المجاري المائيه بمختلف المحافظات، حتى الان تم تنفيذ كم ازاله؟ هو طبعا احنا بنتكلم على شقين، الشق الاول هو تكليفات طبعا سياده الريس اثناء افتتاحه ل محطة مصرف بحر البقر واللي وجه فيها بتنفيذ عملية إزالة كاملة لمختلف التعديات الموجودة على المجاري المائية، وبالفعل بدأت وزارة الري بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية تنفيذ حملات موسعة للإزالات بتشمل إزالة كل أشكال التعديات سواء على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعي دمياط ورشيد أو على شبكة الترع، المصارف، املاك الري او محطات الرفع. وجميع هذه التعديات تم يعني حتى الان الحمد لله ازاله اكثر من 17100 حاله تعدي حتى تاريخهم بمجهود كبير جدا وبتعاون وتنسيق تام بين كافه الاجهزه المعنيه. طبعا احنا يعني عمليه الازالات بتتم في كل المحافظات في نفس الوقت؟ جميع المحافظات احنا بنتحرك في جميع الاتجاهات، جميع المحافظات شغالين فيها الحمد لله. وفي نفس التوقيت احنا بنتكلم على حمله انقاذ نهر النيل، ودي حمله ابتدت في عام 2015 بهدف حمايه دي مخصوصه بازاله التعديات على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعين. الحمله دي ابتدت في شهر يناير 2015، وخلال الست سنوات الماضيه تم ازاله اكثر من 70000 حاله تعدي على مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد. ففي مجهودات كبيره جدا بيتم تنفيذها بالفعل سواء من اجهزه الوزاره او الاجهزه الامنيه او اجهزه المحافظات، وكل ده بهدف ان احنا يعني نقضي تماما على هذه الظاهرة السيئة ونقدر ندير شبكة الموارد المائية بكفاءة عالية، لأن مثل هذه التعديات بتأثر على قدرة هذه الشبكة على إمرار المية. عمليات الردم للأسف اللي بعض المواطنين بيقوموا بيها ده تعدي خطير بيردموا فيه المجرى المائي لنهر النيل نفسه، ده تعدي خطير بيعوق عملية إمرار المية في نهر النيل. أي تعدي على الترع انت بتأذي آلاف من الناس اللي بيعتمد على هذه الترعة وآلاف الأبدنة وقرى. الاعتداء على المصارف أيضا طبعا خطير. هل احنا محتاجين يعني باشمهندس يعني مزيد من التوعية خاصة فيما يخص أهمية هذا الاتجاه مع المتغيرات المناخية مع محدودية الموارد المائية؟ كان لسه في قمة جلاسكو للمتغيرات المناخية، كان في أسبوع المياه في القاهرة، هل إحنا محتاجين مزيد من التوعية للمواطنين عشان يعرفوا أهمية يعني ما تتم من جهود يعني تنفيذ هذه الإزالات، وإن إحنا محتاجين كل نقطة مية؟ والله احنا يعني باستمرار بنوجه وبنتكلم انه ازاي ان لازم كل مواطن فينا يكون فاهم وعارف ان الميه دي ملكه، نهر النيل ده ملكه، شبكه المجاري المائيه دي ملكه، وبالتالي هو المستفيد الاول بهذه الميه، الميه دي احنا كلنا معتمدين عليها سواء كانت مياه للزراعه، مياه للشرب، احتياجات للصناعه، مفيش اي نشاط الا ومحتاج للميه، لو في حتى مجتمعات عمرانيه جديده بتتبني محتاجه للميه. فالميه دي ملكنا كلنا، وشبكه المجاري المائيه دي هي اللي بتوصل الميه دي لكل هذه الاحتياجات. فالشخص اللي بيتعدى عليها انت اولا بتاذي نفسك، لان انت مواطن في هذا المجتمع
انت كمان بتستفيد بالميه، فلما ما ينفعش مثلا حد يتعدى على ترعه هو نفسه بيروي منها، طب ليه يعني انت بتاذي نفسك ليه؟ وليه بتاذي اهلك وجيرانك؟ وليه بتاذي ملايين من الناس؟ فلازم الوعي دوت هو بيزيد يوم بعد يوم، ويعني ليه دور كبير جدا في ان كل واحد فينا يقوم بالدور اللي عليه، انه ازاي يرشد استخدام الميه، يحافظ على الميه اللي في ايده سواء ككميه او نوعيه ميه، لان الميه دي ملكنا كلنا، كلنا بنعتمد عليها وبنستفيد بيها. صحيح. طيب هل نتوقع انه يتم ازاله جميع التعديات وفق الجدول الزمني المحدد اللي كان الرئيس يعني اتكلم عنه مده 6 شهور؟ ان شاء الله، يعني في مجهودات ضخمه فعلا مبذوله، في حملات موسعه اتنفذت، وفي حملات كبرى موسعه اخرى بيتم التجهيز لها حاليا، فباذن الله ربنا يعني بعون ربنا سبحانه وتعالى سيتم ازاله جميع هذه التعديات ان شاء الله، والوصول الى صفر تعديات باذن الله. الى صفر تعديات، ونتمنى طبعا انه يبقى في وعي للمواطنين انه بعد ما يتم الانتهاء يعني من ازاله جميع التعديات ان ما يبقاش في تعديات جديده. هو يعني طبعا المواطن لما بيحس بجديه الدوله وانه في ازاله واضحه وكامله لكل اشكال التعديات على مجرى نهر النيل وعلى الترع وعلى المصارف، فهذا الامر لوحده بيمثل رادع. نعم. يعني لو في مواطن، للاسف بعض المواطنين حسوا انه الدوله سايبه التعديات تحصل وساكته، في 1000 غيره هيتشجعوا، لو حد عمل وما فيش اي اجراء 1000 غيره هيتشجعوا، ولكن لو في شخص متعدي وتم يعني ازاله هذا التعدي وبيتشال التعدي على حسابه كمان، لو حد كان بيفكر يتعدى هيتراجع ويفكر 1000 مره قبل ما يعمل مثل هذا السلوك الخاطئ. صحيح. هو مين اللي هذه الحمله بتمثل رادع لكل من يعني بيفكر في هذه المخالفه اصلا. مين اللي بيتحمل تكاليف الازالات؟ هو المتعدي نفسه. المتعدي نفسه، فدي برضه نقطه مهمه يعني. فهو هنا بيخسر مرتين، بيخسر الحاجه اللي هو اصلا دفعها علشان يردم او يعمل هذا التعدي، وهيتكلف تاني في وقت ازاله هذا التعدي. طيب سؤال اخير، عايزين يعني نطمئن بقى على يعني دور وزاره الموارد المائيه والري للاستعداد بقى لموسم الامطار والسيول. والله الحمد لله احنا مش مستعدين من دلوقتي، احنا مستعدين من سنين، لان ظاهره التغيرات المناخيه وظاهره السيول هي ظاهره يعني اصبحت بعض الشيء متطرفه واكثر عنفا، احنا بقينا بنشهد سيول في اماكن عديده. وعشان كده احنا من سنين اتحركنا ونفذنا العديد من اعمال الحمايه، احنا بنتكلم على اكثر من 1500 منشأ للحمايه من اخطار السيول تم تنفيذهم في جميع المناطق المعرضه للسيول، بحيث ان احنا نكون مستعدين، انا مش هستنى السيل يحصل واتحرك، لا احنا عملنا 1500 منشأ وشغالين في منشآت اخرى، بحيث لما تحصل هذه الامطار ان شاء الله نكون مستعدين ليها، علشان نقدر من خلال هذه المنشآت نحمي أهالينا ونحمي المنشآت والبنية التحتية والقرى والمناطق السياحية من هذه السيول وآثارها التدميرية. المهندس محمد أحمد غانم المتحدث الرسمي باسم الموارد المائية والري، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. الخبر الثاني اللي معانا، الفريق أسامة عسكر رئيس أركان القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي بشير 22 بالجيش الثاني. نشوف معاكم فيديو ل يعني قيام الفريق أسامة عسكر ب يعني انه يشهد هذه المرحلة، ونعود مرة اخرى. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجي ذو مستويين بشير 22، والذي تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني. وألقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد خلالها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة الوحدات والتشكيلات لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار. وبدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدى استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية. وأعقب ذلك إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية. وقد ظهر خلال المرحلة
مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال. ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني، مشيدا بدورهم البطولي في عودة الحياة لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار. وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية والثقة العالية بالنفس، مشيدا بالجهد الذي يبذلونه من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته. حضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة. الخبر الأخير اللي معانا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، حيث أشار إلى أنه تنفيذ يركز بشكل مبدئي على 5 مناطق رئيسية ذات أولوية، هي المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بأمر الله، ومنطقة جنوب باب زويلة، ومنطقة حارة الروم وباب زويلة، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين، ومنطقة درب اللبانة. بعد الفاصل الزميلة شيرين الشايب في ضيافتها الأستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب العامة في حوار عن تحديث المنظومة الضريبية الشاملة والميكنة الضريبية. فاصل ونرجع معكم مرة ثانية. والله النهاردة أنا شايف الجرائد كلها بتتكلم على منتدى الشباب العالم اللي هو هينطلق في شرم الشيخ إن شاء الله في يناير المقبل. وطبعا احنا قبل كده شفنا منتديات الشباب ديت اتعملت كتير وتحت رعايه الرئيس السيسي، حاجات جديده ما كناش نعرف عنها حاجه، والشباب بيبدي رايه وبيخش وبيعمل صله بين الشباب العالم كلها مع بعض. قريت تطوير تطوير التعليم مشروع دوله وهيفيد البلد كلها في الايام الجايه، ودلوقتي يعني من طوروا التعليم الفني والامتحانات يعني ما بقتش تقلق دلوقتي، وبقى الموضوع كويس يعني، ودلوقتي المنظومة كويسة يعني، وبدأوا يبدأوا فيها من أول الأطفال وكده لحد المراحل المتقدمة يعني، وإن شاء الله الموضوع يبقى كويس يعني. وطبعا الخبر حاليا دلوقتي اللي احنا في مصر كلها متحمسة ليه، اللي هو الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا والتعاون المشترك ما بينهم، وطبعا تحت ده الرئيس السيسي طبعا اكيد تحركاته في النطاق الاوروبي والنطاق الخليجي والنطاق العربي كله بيعمل طفره جميله حقيقي يعني في توسعات كتير يعني. خبر التحول الرقمي ده وتدريب الكوادر البشريه يعني ده موضوع مهم جدا، ويا ريت نهتم بيه ونطبقه على ارض الواقع، لان ده هيفيدنا كلنا كمصريين، وهيوفر عندنا وقت وهيوفر عندنا طاقات بشريه، بس ده لازم يتم عن طريق تدريب كوادر بشريه تكون كفء لتطبيق المعلومه بشكل كامل، لان الموضوع مش مجرد فكره احنا بنعملها، هو موضوع بيهم كل الناس، ويا ريت يا ريت يا ريت نهتم بيه اكتر ونطبقه على ارض الواقع. مساء الخير على كل حضراتكم، سعيده بوجودي معاكم النهارده في هنا مسبيرو. وفي هنا مسبيرو بنتكلم عن كل ما يحدث في مصر، والحقيقه انه ما يحدث في مصر هو الكثير والكثير وايضا غير مسبوق. مصر كلها تتحول رقميا، مصر تتحول لتدخل عصر الثوره التكنولوجيه او الثوره الصناعيه الرابعه زي ما بيقولوا عليها. حقيقه انه الفتره اللي فاتت قدمنا مجموعه كبيره من الحلقات، اتكلمنا عن مدن مصر الذكيه، اتكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، اتكلمنا عن التحول الكبير اللي هيحصل ان شاء الله في قطاع النقل وغيره. النهاردة أيضا هنتكلم عن التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية والضرائب المميكنة وما يحدث في منظومة الضرائب في مصر، هو أيضا غير مسبوق، هنتكلم عنه أكتر وبالتفصيل مع ضيفنا اللي مشرفنا منورنا النهاردة أستاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذ شيرين، أهلا بحضرتك. حضرتك منورنا النهاردة، والحقيقة أنه ما يحدث في مصر عموما وفي الضرائب أيضا حاجة مبهرة جدا يا فندم. الحقيقه يعني عايزه اعرف من حضرتك ايه هي الضرائب، منظومه الضرائب الجديده المميكنه، ايه هو التحول الرقمي، ايه هي الفاتوره الالكترونيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مصلحة الضرائب في الفترة الأخيرة شهدت العديد من المشروعات الميكنة والتحول الرقمي، كان أهمها على الإطلاق مشروع الفاتورة الإلكترونية. الفاتورة الإلكترونية احنا بدأناها بشكل إلزامي من 15/11/20، يعني من حوالي ما يقرب من عام. بدأناها بالتطبيق بشكل تدريجي على 134 شركة من مركز من الشركات اللي موجودة في مركز كبار الممولين، وبدأنا كل فترة بندخل فئة جديدة من فئات المجتمع. النهاردة وأنا بكلم حضرتك كل الشركات اللي موجودة في مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسط الممولين، كل الشركات دي النهاردة ملتزمة ومعايا في منظومة الفواتير الضريبية الإلكترونية. بنستكمل في 15/12 القادم إن شاء الله، عندنا 3737 شركة موجودة في الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة هيخشوا معايا في منظومة الفواتير الإلكترونية. عندنا خطة إن شاء الله مع نهاية السنة القادمة الفاتورة الإلكترونية هتغطي كل ممولين مصر. فكرة الفاتورة الإلكترونية قائمة إن أنا بعمل ربط بين نظام إصدار الفواتير عند الممول مع منظومة الفواتير الإلكترونية اللي موجودة في مصلحة الضرائب. من خلال الربط ده أنا بقدر أراقب العمليات وأتابع العمليات التجارية اللي بتحصل بين الشركات. المسألة دي الموضوع ما بقاش ورق يعني يا فندم، ما بقاش ورق وحسابات وأفراد، يعني بقى الموضوع رقمي ما فيهوش أي مجال لللبس، مش كده؟ يعني أما بتكلم بقول ميكنة وبقول تحول رقمي. اللي قاعد بيشوفنا دلوقتي، يعني أنا حولت حضرتك الإجراءات اللي أنت كنت بتعملها مع مصلحة الضرائب بشكل ورقي، أنا حولتها لك إنك أنت تعملها من خلال شبكة الإنترنت. وأنا هدي لك مثال حضرتك لمسه بنفسك. الإقرار الضريبي، أنت حضرتك قبل كده كنت بتقدم إقرار ضريبي ورقي، تروح المأمورية تجيب الإقرار تملاه تروح تسلمه للمأمورية. النهاردة وإحنا بنتكلم النهاردة في التحول الرقمي اللي حصل داخل مصلحة الضرائب، مفيش الكلام ده. حضرتك دلوقتي بتخش وأنت قاعد في بيتك على مدار الـ 24 ساعة، في أي لحظة بتخش حضرتك على شبكة الإنترنت وبتقدم الإقرار الضريبي. هو ده اللي إحنا نقصده بالتحول الرقمي، إنك أنت بدل ما كنت بتتعامل بورق، لا أنت دلوقتي نفس الإجراء اللي كنت بتعمله ورقي أنت حضرتك بتقدر تعمله وأنت قاعد في بيتك من خلال شبكة الإنترنت. أكيد المسألة دي لها مميزات بالنسبة لك أنت، يعني بالنسبة لك أنت أنا سهلت عليك ويسرت لك التعامل مع مصلحة الضرائب. دي أنت حاجة. مش محتاج تروح وتاخد مواصلات وتروح مكان، يعني ده بيسهل عليك كتير وقت ونفقات، وفرت وقت ووفرت لك تكلفة. بالظبط. حاجة تانية كمان، أنا أمنت لك البيانات بتاعتك أنت، لأن أنت كنت الأول بتقدم مستندات ورقية، إحنا بعد كده بنخش ندخلها على شبكة على المنظومة. لا ده دلوقتي أنت اللي حضرتك بتدخل بياناتك بنفسك، فيبقى أنت اطمنت كمان على البيانات بتاعتك. حاجة كمان، أنا قللت الاحتكاك بينك وبين مصلحة الضرائب. ما بقاش فيه الاحتكاك المستمر اللي كان موجود. ففي حقيقة الأمر مفيش يعني فكرة انه ممكن يحصل خطأ بشري او العامل البشري، احنا كل ده خلاص مش موجود يعني. مش موجود لانك انت اللي بتدخل بياناتك بنفسك. انت مطمن على البيانات بتاعتك، انت طبعا مش بتديني رقم انا هدخله ممكن ادخله بطريق الخطا فيعمل لك مشكله بعد كده ابدا. لا انت حضرتك مسؤول عن بياناتك، دخلتها بنفسك يعني. بالظبط زي ما حضرتك بتقولي كده. طيب عايز اعرف بقى من حضرتك، لحد دلوقتي تطبيق الفاتوره الالكترونيه هل اتى بالثمار المطلوبه منه؟ هل حقق النتائج المرجوه منه حتى الان؟ وعايزين برضو نتكلم عن الايصال الالكتروني والفرق بينهم. طيب احنا النهارده وانا بكلم حضرتك احنا عندنا ما يقارب من 5000 شركة داخلة معايا في منظومة الفواتير الضريبية الإلكترونية. عندنا كل يوم بيترفع على المنظومة فواتير إلكترونية 500,000 فاتورة إلكترونية يوميا بترفع على المنظومة. عايز أقول برضو من مزايا الفاتورة الإلكترونية إن هي ساعدتني أنا كمصلحة ضرائب إن أنا أحارب الاقتصاد غير الرسمي، حصر الاقتصاد غير الرسمي. وده يعني هدف مهم جدا بالنسبة لنا، لأن أنا المسألة دي هتعمل في الآخر نوع من العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات. لأن لما تيجي حضرتك تتخيلي كده إن شركتين اتنين بيتعاملوا في نفس المنتج، شركة داخل المنظومة الاقتصاد الرسمي وشركة خارج منظومة الاقتصاد الرسمي، هتبص تلاقي إن اللي جوه منظومة الاقتصاد الرسمي عليها أعباء أكتر بكثير من الاقتصاد غير الرسمي. صحيح. فأنا لما هدخل معايا اللي هو الاقتصاد غير الرسمي ده في المنظومة الرسمية، بلا شك أنا هقدر من خلال المسألة دي إن أنا أحقق نوع من تكافؤ الفرص بين الشركات.
ولو كمان بدمج الاقتصاد الموازي او غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي بالظبط، وده قيمه مضافه للاقتصاد طبعا قيمه مضافه للاقتصاد وبتساعدني كمان ان انا وانا بتعامل مع المجتمع الضريبي يبقى عندي قاعده ضريبيه واسعه. المساله دي تساعدني ان انا الحصيله بتاعت مصلحه الضرائب لما نيجي نحققها بدل ما احققها من عدد محدود من الممولين، لا عدد الممولين بتوعي يكبرهم، فتبقى في عندي يعني مساحه كده ان انا حتى نعيد النظر في اسعار الضريبه. لان كل هو ده ممكن يا فندم فعلا شوفي حضرتك او مطروح يعني شوفي حضرتك احنا الفكره كلها بنتكلم في ايه؟ بنتكلم احنا مطلوب حصيله معينه مصلحه الضرائب، وحصيله مصلحه الضرائب بتمثل 75% من ايرادات الدوله. الضريبه لما بيجي نقول ان احنا بنحصل ضريبه، احنا بنحصل ضريبه وبترجع تاني للممول، بترجع للمواطن. تاني للمواطن تاني طبعا. طبعا. الضريبه اللي احنا بنحصلها دي انت بترجع لك في شكل تعليم، صحه، طرق جديده، خدمات كتيره، صحيح، في شكل دعم، سلع تموينيه، ففي الاخر شكل حياتك كلها بالظبط يعني كده. احنا اللي بنفعله ده بيرجع لنا تاني. بنتكلم عن ضريبه، لا احنا بنتكلم عن حاجه ليها مردود على حياتك، ولذلك من العداله ان كل اللي بيتمتع بهذه المميزات يبقى كلهم عندهم نفس الالتزام بسداد الضريبه. صحيح. طالما انت معايا وموجود وبتتمتع بنفس المميزات يبقى انت كمان لازم تتحمل معايا في الالتزامات. طيب احنا الفاتوره الالكترونيه هنقف عند كده؟ لا، احنا عندنا حاجه تاني، وجه تاني مكمل للفاتوره الالكترونيه اللي هو الايصال الالكتروني. ايه الفرق بينهم بقى يا فندم؟ الفاتوره الالكترونيه دي بتراقب المعاملات او بتبقى خاصه بالمعاملات اللي بتبقى بين الشركات وبعضها البعض. يعني شركه بتبيع لشركه، هنا دي انا بطبق عليها نظام الفاتوره الالكترونيه، ولكن الايصال الالكتروني هو هنا بيحكم للعلاقات اللي بين الشركات والمستهلك النهائي. يعني حضرتك لما تيجي تروحي سوبر ماركت، تروحي مطعم، حضرتك في الاخر بتاخدي ايصال. الايصال ده احنا عايزين نحوله بقى من ايصال ورقي كده لايصال الكتروني. بمعنى ان في اللحظه اللي حضرتك تجدي فيها الايصال ده زي الفاتوره بالظبط، في اللحظه اللي حضرتك بتجدي فيها الايصال ده بتبقى كل بيانات الايصال موجوده لدى مصلحه الضرائب. فعلا ما هو ده اللي بيحصل حضرتك دلوقتي. هو انا دلوقتي لما باجي اتكلم عن فاتوره الكترونيه، يعني ايه فاتوره الكترونيه؟ فاتوره الكترونيه يعني في اللحظه اللي بتصدر فيها الشركه الفاتوره في نفس اللحظه كل بيانات الفاتوره بتبقى موجوده لدى مصلحه الضرائب. وده طبعا كده بيضمن الحقوق كامله، يعني انا موجوده الفاتوره معايا والكترونيا في نفس الوقت. بالظبط بالظبط، بيضمن لك الفاتوره بتاعتك. هو ده كمان المشروع اللي احنا ان شاء الله احنا دلوقتي بنطبق الايصال الالكتروني بشكل تجريبي. مع اول ابريل القادم ده هيبدا تفعيل الايصال الالكتروني بشكل الزامي. في الاخر انا عايز اعمل منظومه في الاخر أنا أقدر من خلالها كمصلحة ضرائب أني أحكم الرقابة على التعاملات التجارية داخل المجتمع، أقدر أحاصر الاقتصاد غير الرسمي. طب أنا عايز أعرف من حضرتك يا فندم برضو دلوقتي في تسهيلات بتقدمها مصلحة الضرائب، وتسهيلات الحقيقة جديدة وتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. أولا بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مجموعة من التسهيلات الضريبية، ريت نعرفها للناس، وخصوصا إن احنا بنشجع دلوقتي هذا النوع من المشروعات الصغيرة طبعا بالإضافة للمشروعات القومية الكبيرة. احنا واحنا بنتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي وعندنا هدف اساسي. الاقتصاد غير الرسمي بيمثل يعني في اخر تصريح للسيد وزير الماليه الاقتصاد غير الرسمي بيمثل 55% من الاقتصاد. اكتر من نص اكتر من نص الاقتصاد. في اخر احصائيه للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء انا عندي 3,700,000 منشاه بتعمل في ظل الاقتصاد الرسمي، في المقابل عندي 1,900,000 منشاه ضمن الاقتصاد غير الرسمي. احنا مهتمين جدا ان الاقتصاد غير الرسمي ده ادخله معايا في المنظومه، ولما هدخله معايا في المنظومه هو هيستفيد وانا هيستفيد. طبعا انا بقول له بدل ما انت شغال طول الوقت وخايف ومرعوب ومهدد ومش مطمن وما انتش عارف تكبر، انت مش عارف يكبر كمان طول الوقت حتى النيك في الحجم بتاعك ده، لا انا بقول لك بالظبط كده بالظبط كده. لا ده انا بقول لك بقى تعالى خش معايا في منظومه الاقتصاد الرسمي وانا هديك مزايا كتيره او متعدده. واحنا بنتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي عندي محورين اتنين. عندي محور الاجراءات اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه اللي هو الميكنه والتحول الرقمي. انا بحصره وبضغط عليه من خلال الاجراءات ديت.
تقول لي ازاي؟ يعني ازاي انت بتضغط عليه؟ يعني ازاي حضرتك بتحصل فكرة الفاتورة عليها. الإلكترونية قائمة على ان وانا بطلع الفاتورة انا كبايع وانا بطلع الفاتورة لازم الفاتورة يبقى فيها بيانات معينة متعلقة بالبيع والمشتري. من ضمن البيانات دي لازم يبقى موجود رقم التسجيل الضريبي بتاع المشتري. فوانا بتعامل بالفاتورة الإلكترونية انا مش هعرف اتعامل مع حد خارج الاقتصاد الرسمي. والاقتصاد غير الرسم ده مش هيعرف يتعامل معايا انا، لان انا ساعات ما يجي يتعامل معايا هقول له اديني رقم التسجيل الضريبي بتاعك. فين رقم؟ ما معكش رقم التسجيل بتاعك يبقى مش هينفع تتعامل معايا. فانا ببدا احصره من خلال مشروعات الميكنه والتحول الرقمي. وفي نفس الوقت مش ده المحور الوحيد اللي احنا بنتعامل بيه مع الاقتصاد غير الرسمي، لا ده انا هقول له كمان على مستوى تاني تعالى وانا هدي لك حوافز، انت مش عايز تيجي تخش معايا ليه في الاقتصاد الرسمي؟ يقول لي والله اصل انا لو جيت لك النهارده حضرتك هتطالبني بكل الضرائب المستحقه، انا شغال بقى لي 5 سنين اللي هي بقى اصلا راجعي يعني هتقول لي هات الضرائب دي. فيجي قانون المشروعات الصغيره اللي هو 152 لسنه 20 ده ويعمل حاجه جميله جدا بالنسبه للناس دول، يقول له تعالى وما تخافش ده انت من اللحظه اللي هتجيلي فيها وتطلب انك انت تخش معايا في المنظومه الرسميه من التاريخ اللي هتجيلي فيه انا هدي لك عفو عن كل السنوات السابقه. دي ميزه هايله جداً. يعني احنا دلوقتي اي حد بيتفرج علينا خايف ان هو يتحاسب باثر رجعي، لا هو من وقت ما هيشترك هيتحاسب على وقت ما اشترك فقط، من تاريخ ما من التاريخ اللي حضرتك هتجيلي فيه واعفاء على السنوات اللي قبل كده وهدي لك عفو، مش احنا هدي لك عفو وكانها مش موجوده تماما. بس عشان خاطر العفو ده اكتر من الاعفاء اكتر من الاعفاء. اعفاء ده انا بحاسبك وبطلعك اعفاء او لا 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 ده انا بدي لك عفو بقول لك انت انا ماليش دعوه بالسنوات السابقه. دي ميزه مهمه جدا. طب تعمل بقى تستفيد ازاي من الميزه دي؟ حضرتك تبدا تروح لجهاز تنميه المشروعات الصغيره وتبدا تقدم لهم طلب توفيق اوضاع وتاخد حاجه اسمها رخصه مؤقته. تجيب دول وتجي لي مصلحه الضرايب تفتح ملف ضريبي وهتقدم لي طلب عفو بالطلب اللي انت قدمته بالاجراءات اللي انت خدتها، حضرتك خدت عفو عن كل السنوات السابقه. يبقى انا كده مش هيدفع ولا مليم ولا كانها موجود. احنا بنبدا مع بعض من النهارده. يبقى انا كده ايه امنت لك السنوات السابقه. تقول لي بس انا برضو خايف منك. ليه يا سيدي؟ تقول لي لا ما انا هاجي لك النهارده. هو دايما الناس تسمع كلمه الضرائب يخافوا او مصلحه الضرائب فبتبقى قلقان. احنا عايزين نخاف من الناس. طبعا بالظبط. هو خايف فتقول لي انت عافيتني او انت اديتني عفو عن السنوات السابقه بس انا خايف منك في السنوات اللي جايه هتعمل معايا ايه؟ فيبدا القانون ده شوفي زي ما بيامن له السنوات السابقه يطمنه كمان عن اللي جاي. ازاي بقى؟ يقول له ده انا هعمل لك معامله ضريبيه مبسطه. ازاي معامله ضريبيه مبسطه؟ يعني انا مش هخلي مصلحه الضرايب تقعد تحاسبك وتخترق بنماذج وتنزل تعمل لك معاينه وتنزل تعمل لك مناقشه القصه الكبيره قوي ديت. ده انا هعمل لك نظام ضريبه قطعيه حضرتك هتدفعها في اول سنه وتستمر معاك 5 سنوات. كام الضريبه القطعيه ديت؟ الضريبه القطعيه انت اللي هتحددها وهتبقى على حسب رقم اعمالك. رقم اعمالك يعني ايه؟ يعني قيمه مبيعاتك السنويه اللي انت هتحطها في الاقرار. لا معلش انا عايز افهم انا فهمت صح ولا غلط؟ هو اللي هيحددها يا فندم؟ مش حضراتكم اللي هتحددوها؟ لا 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 هو اللي هيحددها. ده خيال. لا يعني دي حاجه رائعه الحقيقه. ده قانون. انا يعني شوفي انا بكلم حضرتك مش لسه حاجه هنعملها. ده مشروع موجود، ده قائم بالفعل، قانون موجود بالفعل. ودي اول سنه لتطبيقه. دي سنه 22 الموسم الاقرارات بتاع 22 ده هو ده موسم الاقرارات الاول لتطبيق المعامله الضريبيه المبسطه للمشروعات الصغيره. فهقول لك تعالى قدم لي الاقرار شوف ورقم الاعمال اللي انت هتحطه في اقرارك اللي هي مبيعاتك السنويه ايراداتك السنويه هو اللي هيحدد قيمه الضريبه المستحقه عليك. لو انت رقم اعمالك اقل من 250 الف جنيه في السنه الضريبه هتبقى عليك 1000 جنيه بس وتستمر معاك 5 سنوات قادمه. فعلا حتى لو حقق ارباح اكبر يا فندم، حتى لو رقم اعمالك زاد خلال السنوات دي هي ضريبه ثابته لمدة 5 سنين. وبعد ال5 سنين نبدأ بقى احنا كمصلحة ضرائب نبص عليك ونقول لك هو انت لسه رقم اعمالك زي ما هو ولا زاد. لكن مش هتقوله عن الخلاص الضريبة اللي كانت ثابتة ال5 سنين اللي فاتوا خلاص. طب ولو انا جيت بعد 5 سنين ولقيت رقم اعماله زاد اقول له خلاص ال5 سنين اللي خلصوا دول انتهم بالضريبة بتاعتها. الزيادة الجديدة دي نبدأ حضرتك نتحاسب عليها في ال5 سنوات
القادمه. الحقيقه انها تسهيلات الحقيقه هايله جدا. انا يعني منبهره حقيقي بهذه التسهيلات وبهذا القانون. واعتقد يمكن كتير من اللي بيتفرج علينا ما يعرفش ان ده موجود وقائم بالفعل. يعني هي دي المشكله يا استاذه شيرين. المشكله ان في يعني مميزات كتيره وفي حاجات كويسه كتير جدا انت كممول ممكن تستفيد منها، بس المشكله انك انت مش عارف. فلانك انت مش عارف فانت خايف طول الوقت. الصوره الذهنيه القديمه يعني لازم نغيرها بقى. وعندك الصوره الذهنيه القديمه. لا ما عادش الكلام ده دلوقتي. تعال انا بقول لك لحد اقل من 250 هتدفع 1000 جنيه. طب انت وصلت ال 250 لحد 500000 جنيه او اقل من 500 تبقى الضريبه 2500 لمدة خمس سنين. كل سنة تدفع 2500 جنيه. طب أنا وصلت لنص مليون بس أقل من مليون هتبقى الضريبة عليك 5000 جنيه وتستمر معاك لمدة خمس سنين. أنا عايز أقول إن هو مشروع بيدي معاملة أو هو قانون مش مشروع هو قانون بيدي معاملة ضريبية مبسطة لكل الشركات والمنشآت والممولين اللي رقم أعمالهم لحد 10 مليون لحد 10 مليون. لأن أنا بعد المليون ببدأ أفرض عليه ضريبة نسبية نسبة من رقم الأعمال. يعني وعشان نكمل الصورة للي بيشوفنا دلوقتي، طب لو أنا رقم أعمالي وصل لمليون بس أقل من 2 مليون هناخد منك ضريبة نسبية. يعني إيه ضريبة نسبية؟ يعني هاخد منك نسبة من رقم الأعمال اللي حضرتك هتحطه في إقراره. يعني النسبة دي قد إيه يا فندم؟ أما أنا بقول أهو لو هو واصل لمليون ما بين المليون وال 2 مليون ناخد منه نص في المية. نص في المية من رقم الاعمال. يعني انا مثلا رقم اعمالي 1,600,000 حضرتك هتضربه في نص في المية يديك الضريبة المستحقة عليك. طب انا رقم اعمالي ما بين ال 2 مليون وال 3 مليون تبقى الضريبة 3/4 من 100%. دي نسبة قليلة جدا متدنية جدا جدا, جداً حقيقة. طب واخر بقى اعلى شريحة واعلى نسبة، لو انت رقم اعمالك 3 مليون لحد 10 مليون انا هاخد 1% بس منك من رقم اعمالك فقط. بعد ال 10 مليون بحر يعتبر ده بقى دخل في الشريحه بقى. انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك ان انا بعاملك معامله يعني شوف بقدر ما هي مفيده جدا لحضرتك وبسيطه جدا انا كمان بريحك من التعامل مع مصلحه الضرايب لمده 5 سنين طبعا. لا وتسهيلات الحقيقه ممتازه جدا في نفس الوقت في ظل القانون وفي ظل حمايه المنظومه يعني بالظبط مصلحه الضرايب. لا الحقيقه احنا يعني انا مش عارفه اقول ايه لان دي حاجات مهمه جدا وكان لازم ان احنا نعرفها. موجوده ولازم اللي قاعدين يشوفونا دلوقتي نقول له ده موجود بالفعل السنه دي في مصلحه الضرايب. ارجوكم استفيدوا يعني ارجو كل اللي بيتفرج علينا يستفيد ويعرف انه في هذه التسهيلات الحقيقه بتقدم لاول مره بنشوفها في مصر بتقدمها مصلحه الضرايب والحقيقه انها مهمه جدا لينا كلنا سواء للمواطنين او طبعا للدوله كلها. اسمحوا لنا بس نروح لهذا التقرير ونرجع نستكمل هذا الحوار المهم جدا. خليكم معانا. والله التطوير شيء كويس يعني بيوفر الجهد والوقت وبيساعد الناس على ان هو يعني يقضي مصلحته او يقضي الاقرار بتاعه بسهوله غير الاول. طبعا الاغراء كان بياخد وقت وكان في يعني تعقيد شويه، فده لا مانع ان التطوير مطلوب في كل شيء يعني. طبعا احنا عندنا الدكتور محمد معيد وزير الماليه طور كتير قوي من مصلحه الضرايب وبقى فيها نظام الكتروني بحيث ان الممول ممكن يروح مصلحه الضرايب بدل ما كان بيروح لغايه مصلحه الضرايب ممكن عن طريق الكمبيوتر وعن طريق النت يدفع الفواتير بتاعه الضرايب اللي عليه. فده تطوير كبير عمله الدكتور محمد معيط وزير الماليه. كمان ده حق الوطن على الانسان، زي ما انت بتكسب فلوس والبلد لازم تديها حقها، فده واجب على المواطن ان هو يدي مصلحه الضرايب حقها عشان الفلوس اللي بتاخدها بيها الضرايب بتعمل فيها مشروعات كتيره، بتبني مدارس، بتبني مستشفيات، بتعمل شبكه طرق، بتعمل شبكه كباري، فده واجب المواطن على بلده. طبعا رحمت كتير جدا جدا من مشاهير الضرايب والازمه بتاعه الضرايب والصفوف وواقف طوابير وكلام من ده، بس احنا منتظرين اكتر برضه، يعني احنا منتظرين اكتر بحيث ان احنا تسهل اكتر على الناس. المنظومه الجديده بتاعه الفاتوره الضريبيه دي سهلت على شركات كتير، منها مثلا الشركه اللي انا شغال فيها دخلت فعلا في منظومه الضريبه الفاتوره الضريبيه دي، سهلت علينا حاجات كتير حتى في تقديم الاقرار الضريبي او الحاجات اللي زي كده. الوضع اختلف كتير يعني بقت اسهل بكتير وبقت حتى ما بتضيعش وقت زي الاول. عمليه التطور التكنولوجي دي حاجه مهمه جدا بتوفر على العميل والتاجر في الوقت والجهد طالما حاجه مميكنه وحاجه شغاله كمبيوتر وحاجه الكترونيه، فدي حاجه يعني كويسه جدا توفر وقت وجهد وفلوس يعني.
إذن زي ما تابعنا مع حضراتكم كده أنه الحقيقة ما يحدث الآن سواء في مصر عموما أو في التحول الرقمي وأيضا في مصلحة الضرائب هو يعني إنجاز حقيقي على الأرض وتسهيلات كبيرة جدا للمواطنين زي ما حضراتكم كده سمعتوا. الحقيقة أستاذ طلعت عبد السلام كنا بنقول قبل الفاصل أنه هذه تسهيلات يا فندم غير مسبوقة وبتقدم تسهيلات كبيرة جدا للمواطنين. نفس الموضوع عايزين نتكلم عنه ولكن في مجال آخر وهو المستحدث في ضريبة التصرفات العقارية اللي احنا عارفين طبعا أن كان فيها كلام كتير جدا. يا ريت نشرح الموضوع. تمام. يعني لازم في الاول اللي بيشوفنا دلوقتي يعرف يعني ايه ضريبه التصرفات العقاريه. ضريبه التصرفات العقاريه دي احد ضرائب الدخل، يعني دي صوره من صور ضرائب الدخل. الضريبه دي كانت بتستحق على الممول لما يجي يبيع عقار، بس العقار ده يبقى موجود خارج القريه، لان الضريبه دي لا تسري على عقود البيع. ولما بقول تصرفات عقاريه انا هنتكلم عن عقود البيع. الضريبه دي لا تسري على عقود البيع داخل القرى، فكل عمليات يعني البيع بالظبط كده حضرتك بالظبط كده. فلو كنت انت حضرتك عندك عقار وبعتيه، سواء العقار ده كان عقار سكني او عقار اداري، في الحاله دي القانون يقول لك لازم تروحي مصلحه الضرايب وتختاري خلال 30 يوم وتسددي الضريبه اللي هي ضريبه التصرفات العقاريه. طب الضريبه دي كام؟ الضريبه دي سعرها 2.5% من قيمه التصرف. يعني انا لو بعت عقار، بعت شقه او بعت محل بمليون جنيه، ضريبة التصرفات العقارية لما نيجي نحسبها نقول لك قيمة البيع هنا مليون جنيه في 2.5%، يبقى ضريبة التصرفات العقارية اللي عليك 25,000 جنيه. طيب دي ضريبة التصرفات العقارية. طب ايه بقى الجديد اللي بيحصل في الايام ديت؟ اللي بيحصل الجديد النهاردة ان في مشروع قانون طالع وافق عليه مجلس الوزراء. مشروع القانون ده بيعدل الضريبة على التصرفات العقارية، سعر الضريبة على التصرفات العقارية بدل ال 2.5% من قيمة التصرف هيستبدلها بضريبة مقطوعة، بس نأكد ان ده هيبقى على التصرفات اللي تمت قبل 19/5/2013. 19/5/2013. طب احنا عايزين نعمل المسألة دي ليه؟ احنا بصدد تقديم تسهيلات كبيرة جدا لكل بقى المجتمع عشان خاطر نسهل عليه تسجيل العقارات في الشهر العقاري. عايزين نقنن مسألة الملكية العقارية، يبقى كل العقارات متسجلة عندنا في الشهر العقاري. لما نيجي نعمل المسألة دي ويجي النهاردة المشتري يروح يسجل في الشهر العقاري، هنديله تسهيلات ونقول له تعالى سجل في الشهر العقاري، انت كمشتري مالكش علاقة بضريبة التصرفات العقارية. خلاص مفيش. يعني جديد يا فندم، ايه اللي هينطبق على الجديد بعد التاريخ اللي حضرتك حددته؟ لا، اللي هو احنا مشروع القانون ده من 19/5 هو هتسري عليه الضريبه بالمفاهيم اللي انا قلتها، يعني 2.5% من قيمه التصرف. دي موجوده من 19/5 ومستمره معايا لحد النهارده. احنا بنحل مشكله الناس اللي هم عندهم عقود بيع قبل 19/5/2013، ودي على فكره غير مسجله بقى، غير مسجله طبعا في الشهر العقاري. وعلى فكره دي يعني ده رقم كبير العظمى. بالظبط كده. من العقارات اللي موجوده في مصر هي هتخش معايا في المساله ديت. صحيح. فبدل ما كان هيدفع ضريبه 2.5% بقول له لا تعالى انت هتدفع ضريبه مقطوعه. طب الضريبه المقطوعه كام؟ مشروع القانون عامل 4 شرايح. قال لك لو قيمه البيع، عقد البيع، كانت القيمه فيه لحد 250,000 جنيه، الضريبة المقطوعة هتبقى 1500 جنيه. 1500 جنيه. يعني لو انت عندك عقد بيع ب 250,000 لحد 250، هتبقى الضريبة المقطوعة 1500 جنيه. ده رقم بسيط، رقم بسيط. ده انا هعمل لك مقارنة بس بعد ما اخلص لك الاربع شرايح. طيب قيمة العقار اكتر من 250 لحد 500، هتبقى الضريبة المقطوعة 2000 جنيه. طب اكتر من 500,000 لحد مليون هتبقى 3000 جنيه. طب وما زاد عن المليون هتبقى 4000 جنيه، مهما كانت قيمة العقار بعد كده. مهما كانت قيمته يعني لو حتى في ارقام حتى لو 10 مليون برضه 4000 جنيه. طالما ان عقد البيع قبل 19/5/2013 ضريبة التصرفات العقارية طبقا للمشروع الجديد هتبقى 4000 جنيه. يعني لو انا حبيت اعمل لحضرتك مقارنة بين اللي كان هيدفعه في ظل القانون الحالي ومشروع القانون المقدم، هتلاقي الفرق رهيب جدا. طبعا. يعني انا لو انا بعت شقة سكنية او محل قبل التاريخ اللي انا اشرت اليه ب 2 مليون جنيه، طبقا للقانون اللي موجود حاليا هقول له 2 مليون في 2.5% ب 50,000 جنيه ضريبة التصرفات العقارية. مشروع القانون لما يعرض على مجلس النواب ويبدأ يطلع للنور،
ال 50,000 جنيه هتنزل تبقى 4,000 جنيه. ده مفيش مقارنه يعني اصلا. بالظبط كده. وعشان كده احنا بنقول ان الهدف من مشروع القانون ده ان انا بقدم تيسيرات للمشتري ان انا ما عملتش ربط بين تسجيل العقار وسداد ضريبه التصرفات العقاريه، وعملت كمان مميزات للبائع ان انا خفضت له ضريبه التصرفات العقاريه من 2.5% من قيمة التصرف، استبدلتها له بالضريبة القطعية اللي انا اشرت اليها، ويبقى وضعه مسجل وقانوني ومعاه ملكيته وعقده وكل وضرايبه تمام يعني. وده الهدف ان احنا عايزين نقنن الملكية العقارية اللي موجودة في مصر. احنا بنعمل نقلة في المسألة دي طبعا الله. طبعا، لان في مصر ثروة عقارية كبيرة الحقيقة جدا. وجزء كبير منها غير مسجل، غالبيتها غير مسجلة. فمشروع القانون المقدم، التيسيرات والتسهيلات اللي احنا بنقدمها دي هتساعد بشكل كبير جدا ان كله يخش يسجل العقارات اللي هو بيمتلكها. وعايزين نقول ان هو لما بيسجلها وبيحفظ حقوق ابنائه واحفاده طبعًا. يعني حفظ الحقوق الاجيال القادمه طبعًا. طيب هو الحقيقه احنا فاضل لنا دقيقه واحده وكل الاسئله مهمه، والحقيقه كل ما يحدث مهم، وقدم عندنا قانون تنظيم الشرع العقاري يوافق عليه مجلس الوزراء. لكن انا عايزه كلمه اخيره من حضرتك تقولها ايه لكل الممولين وكل اللي بيتفرجوا علينا في الفتره القادمه. احنا عندنا في الفتره القادمه زي ما كنا بنتكلم كده، عندنا تيسيرات كتيره جدا، مصلحه الضرايب بنقدمها للممولين. انا عايز اقول ان انت كممول احنا موجودين جنبك وحواليك طول الوقت. لو انت حضرتك عندك استفسار، عندك سؤال، عندنا خط ساكن، حضرتك عندك عايز تعرف معلومه، عايز تسال عن حاجه معينه في اجراء معين ما انتش عارفه، عندنا الخط الساخن اللي انا اشرت اليه اللي هو 16395، بتتصل حضرتك بتلاقي اجابه لكل استفساراتك. غير كده كمان جهاز الموبايل اللي انت ماسكه حضرتك طول النهارده، احنا عندنا حساب على الفيسبوك لمصلحه الضرايب، عندنا قناه على اليوتيوب. كل ده احنا بنحاول ان احنا نبقى قريبين منك، بنحاول ان احنا نعرفك، بنحاول ان احنا نزود الوعي الضريبي داخل المجتمع، لان احنا بنؤمن بشكل كبير جدا ان انا طول الوقت لما اكون بتعامل مع ممول واعي ده لي مردود ايجابي جدا بالنسبه لي انا كمصلحه ضرايب، وبالنسبه لحضرتك كممول، لانه بيحميك من مشاكل كتير جدا ممكن تتعرض ليها وانت بتتعامل مع المصلحه. بالتاكيد. انا الحقيقه بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات القيمه، والحقيقه يعني كل التحيه لكل الانجازات اللي بتحصل على ارض الواقع، وان شاء الله الفتره القادمه نشهد بقى كل اللي اتفرج علينا النهارده يا فندم يجي لمصلحه الضرايب يقنن اوضاعه ويحصل على ميزه الخمس سنوات ويثبت الضريبه، وان شاء الله يبقى وضعه قانوني ويبقى يعني كله في وضع افضل باذن الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طلعت عبد السلام مدير المكتب الفني لمصلحه الضرايب المصريه، شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لحضرتك. وبشكر كل حضراتكم. زي ما شفنا كده انه ما يحدث في مصر غير مسبوق، كلنا نقدر نروح دلوقتي مصلحه الضرايب بمنتهى البساطه، عندنا طبعا الكترونين، عندنا الموقع، عندنا الخط الساخن، عندنا الموقع سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب موجود وفي منتهى البساطه، والاجراءات اصبحت سهله جدا، وايضا تسهيلات وتيسيرات لم تحدث من قبل. يا ريت كلنا نقنن اوضاعنا بسرعه وبسهوله وبيسر. تحيا مصر، تصبحوا على الف خير.